بوجهك يعني. انت ما انت بكبير ولا انت بصغير في السن، من وين تغذي ابياتك بالمصطلحات القديمه والافكار القديمه؟ جميل. والقصص القديمه من وين تغذيها؟ والله نغذيها طال عمرك ممن سبقنا في يعني اهالينا. شيء سماعي، سماعي برضو، سماعي من القصص اللي كنا نسمعها منهم. يعني انا ترى يعني اكاد اقول لك يمكن اكثر واحد يمكن في من هم حولنا من يوم اني صغير انا اجلس كثير عند الكبار، ومن فضل الله علي سبحانه وتعالى انه انا برضو قارئ نهم من صغري. يعني البعض، انا سبق اني تكلمت في لقاءات انه لما يكون واحد اشتري ديوان المتنبي وانا في ثاني متوسط، يعني هذا انت إيه؟ ما شاء الله. يعني والحمد لله انه برضو موسوعي في الاطلاع، تجدني بين الفيزياء، بين الاحياء، بين الفلسفه، بين الادب، وسبحان الله هذا بعيد كون عندك مخزون ثراء ومخزون. نعم مخزون. القرآن نحافظ منه شيء؟ أكيد القرآن. أنا مرة سألوني في الـ MBC إيش أمنية حياتك، توقعوا أنه واحد يقول مثلا أصير رجل أعمال، أصير مدري إيش وكذا. قلت أمنيتي في الحياة أنه أحفظ القرآن كاملا. أنت كم حافظ منه ما شاء الله؟ والله حافظ تقدر تقول الربع يعني ما شاء الله. يعني بس أنه متقطع يعني بين لأنه مثر عليك خلق. أنا مثر في مخارج حروفك ما شاء الله. سبحان الله. القرآن دائما ترى الشعراء دائما فيهم شيء من اللي قاله. قارئ نهم، مستمع جيد، حافظ القرآن، لو جزء من القرآن يثريك. والله نسأل الله أن نكون يعني من أهل القرآن. القرآن سبحان الله يعني عظيم، مثل ما تفضلت له تأثير على اللسان وعلى السماع برضو. يعني أحيانا حتى الناس اللي ما هم متخصص لغويا تجده أحيانا يقول يا أخي كأنه قال الكلمة غلط. ليش؟ لأنه من كثر ما يقرأ ويسمع في القرآن سبحان الله تنمذجت داخل عقله يعني اللغة. أكيد القرآن هو معجزة، هو معجزة. العرب كانوا فصحاء قبل الإسلام، فنزل المعجزة القرآن بلسان فصيح. المشاركات الشعرية، مثلك مشاركات شعرية بدون ما نذكر البرامج، لكم مشاركات كثيرة. بس أول مشاركة كم أخذت المركز؟ والله وصلنا للمراحل المتقدمة الحمد لله. يعني هي كانت على مجموعات أو خلنا نقول مراحل، أنا وصلت لمرحلة 24 ممتاز. بعدها طلعت في التصويت، وأيضا شاركت هنا برضو في برنامج على قناة MBC اللي هو فرسان القصيد، مظلة فرسان القصيد. اي نعم. اخذت اي مركز؟ برضو كنا من ضمن يعني من ضمن ال 24 شاعر اللي تاهلوا يمكن من 2000 وكذا شاعر. وبعدها تصويت، انت تعرف عاد موضوع التصويت. انا دائما على طاري التصويت، بعض في نموذج عند الناس لازم صراحه يتعدل. كثير من الناس يقول من هو افضل شاعر؟ افضل شاعر فلان اللي مثلا اخذ المسابقه الفلانيه. مو بالضروره. ليش؟ قد يأتي شاعر ويحمل معه قصيدة ويشارك فيها ويعتقد بذكائه الشعري أنه هذه أفضل قصيدة، وأنه بينما اللجنة ذائقتها مختلفة. إيه قالت لا هذه ممكن تكون قصيدة عادية، هو عنده قصائد أفضل. فهي أنت تجربتك، الناس تختزل كلها التجربة في قصيدة شارك فيها، ما نجح صار الشاعر هذا مو بكويس. هذا تقريبا خطأ. إيه؟ بس في بعض الشعراء عندهم من الذكاء في خط وهمي للنجاح، خط وهمي مو بواضح. صحيح. الخطوط الوهمية ترى ممكن أن يصيدها، ترى التاجر يمشي على خط وهمي. صحيح. يعرف متى يشتري، يعرف متى يبيع، يعرف متى يخرج من التجارة دي. صحيح. خلص من القهوة يدخل في الشاي، خلص من الشاي يدخل. صحيح. في الحطب، يعني عنده شغلات كذا معينة. فالشاعر عنده خط وهمي، أحيانا كاريزما أقوى من شعره. صحيح. أحيانا إلقاءه أفضل من 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 من, من أفضل الشعر من شعره. وأحيانا طول عمرك عنده جروبات دعم تدعمه ويعدي المراحل، وأحيانا علاقات، لكن في الأخير السوق ينظف. يعني السوق اللي اقصد فيه اذان المستمعين. صحيح. تعرف من الشاعر، وتعرف حتى لو ما اخذ جائزه، بعض الشعراء ما شارك ولا في مسابقه. صحيح. ونجم قصايده في كل مكان. صحيح صحيح. طيب انت اسمك ثاني وتدخل مسابقات تبي الاول، ما في يوم من الايام طرقت هالمعنى عشان تسوي لهم زي الكوميديا زي المفاجاه؟ والله لا، انا ممكن استثمرت اسمي كون اسمي ثاني في اشياء ثانيه. يعني أنا عندي ديوان شعر اسمه إحساس ثاني. الله. إيه. خطير. يعني هو جاي على الوجهين. إيه. صدق أنا لو أنا بشارك ولو أنا شاعر، أنا دايم ما شاء الله أنا ما أحسدكم، لكن لو في شيء بحسد أحد عليه هو الشعر.
اني العب على المعنى ذا اني انا ثاني وباخذ الاول، بس انت تطبخها انت إن انا قد كتبت، انا قد كتبت على موضوع ثاني والاول بس قديم، ابيات قديم تخبر واحد في عنفوان الشباب وكذا، هذا ياكد اني مع حزب الربع اللي ف برضو عندي انا بودكاست، بودكاست متخصص في العقار اسمه شيء ثاني، شيء ثاني ايه يعني طيب. شيء ثاني ترى ما هو معلمنا يا اخوي ابو صالح، تدري طال عمرك في حتى في الرياضه وحتى في البرامج دائما اسمه غريب، انتاجه غريب يعني الاسماء الغريبه تلقاه دائما، مثلا نقول مثلا شو نقول ثاني، مثلا اسم غريب فتلقى غرابه الاسم ذا يستثمرها عشان يكون انتشار اكثر، مثلا طال عمرك اسمه بلقبه، مثلا لو نقول مثلا حارث الحارثي مثلا، تلقى هذا الشخص هذا اللي دائما اسمه لقبه تلقاه يستثمر هالموضوع ويصير شخص على قول مختلف. صحيح. فحنا نبي اليوم من المختلف ثاني. ما عليك زود الله يطول. نبي القصيدة الأم في ديوانك، يعني اللي بنيت عليها الديوان. طيب لا أنا عندي قصيدة تسمح لي وطنية. يا سلام. وطنية مطلوبة يا أخي. وطن للغالي يستحق. أيوة الله. طيب. أيوة ما شاء الله. مهنيك.